الإجهاد الحراري المتسبب بسيولة الدم والاختناق شكل أكثر الأسباب التي أدت إلى وفاة 769 حاجا في حادث تدافع منى صباح يوم العاشر من شهر ذي الحجة. الإجهاد الحراري كان هو المضاعفات بتاعته هي يمكن كانت السبب الأصلي في الموضوع ده، خصوصا في حصل لنا حاجة اسمها زي السيولة في الدم نتيجة الإجهاد الحراري الشديد. وبحسب المسح الطبي في مستشفى من الطوارئ فإن الذين تعرضوا للدهس شكلوا أغلب الحالات المصابة بكدمات وكسور جرى التعامل معها طبيا قبل خروجهم في اليوم التالي للحادث. أكثرهم اللي هم إما في بعضهم في كدمات في الصدر، وفي كان منهم في حالات في إجهاد حراري شديد، إجهاد حراري وخصوصا أنهم كبار في السن، فدول تأثروا أكثر من الغير. العناية الطبية لم تهمل، مسنة سقطت في شارع مجاور للحادث في التوقيت نفسه، وهي التي كانت تراقب ما يجري في شارع 204 قبل نقلها إلى المستشفى. لا وأنا لسه جنب الحادث، يعني ما فيش بيني وبينهم دقايق، يعني ما فيش أمطار كده، بس شفت كل حاجة. والله جزاهم الله خير، الإسعافات حقت الدولة شالوا جابوا المستشفى هنا عالجوا، وبعدين اتصلوا علينا وجينا أخذنا المريض سالم وديناه دحين في الفندق مع مجموعته، الحمد لله تحسن، له يومين عالجوا وبعدين رجعنا للعماير والحمد لله مرتاح. وأصيب في حادث تدافع منى 934 حاجا، بقي منهم في المستشفيات قليلون، بينهم مسنون مصابون بمشاكل تنفسية لا زالوا يتلقون الخدمة الطبية في العناية المركزة في مستشفى منى الطوارئ ومستشفى النور، إضافة إلى بعض المستشفيات في منطقة مكة المكرمة. نواف القثامي، العربية، مكة المكرمة.